الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم الطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم. والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وهي أيام شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل الصالح فيها. بل إن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، وهذا وحده يكفيها شرفا وفضلا. إن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. قبلي الإسلام، إن من فضل الله سبحانه وتعالى تولى ربي قبروتني سرتي أولرنا ربي سبحانه وتعالى يرى خيري خيستي أومشا يرى خيري خيستي هدوميسا أمات خيستي يرى أومشا أمات أفتاسر يرى خيري هدو خيستك الميسو دندا يرى ربي سبحانه وتعالى وجيسان هجتا دنشا بدوخ يرو كسي ربي سبحانه وتعالى أمتا خيستي تاسي سيدو يرو إسي خيستي خيري هدو ميسان يرو خيسا والدر ومن وانقم ربي تنبني هيسو سبحانه وتعالى يرو جبدو ربي سبحانه وتعالى أمتا افتاسي خيري هدو كيسي خيستي لغتنيف مرنا ذو الحجة هاران تنقيق اللي خلده رب سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار وانفر اوما وانفر فلان يرو فدي يرو تقرج عاجز بك فدي بك تقرج عاجز أنا رب سبحانه وتعالى ويالي أمتا خرخيسا كان قال ليلة القدر ويا جمع ويا عشر ذو الحجة ويا جان رب سبحانه وتعالى درجات تقول ويا خرنا باتي ذو الحجة تنجتون أرى تاكا خجيني خلدي إلا ويا خدا ويا إيدا جنتي ويا ليكون ويا أجائبات الرجالة ويا دنيا جنين الرجالة ويا وجيني سخيستي قم ربي خيجتي وجين خيرنا كجالة تبتو ويا سن الرأي ويا سن إيغالي ويا كوني ويا نبي كي محمد صلى الله عليه وسلم رجاء إساف به أكا ويا كوني رجالة ويا ناتي ويا ليه أنا خيست ودي ليه أدادة أكا دلقو قبلو نبي كي محمد صلى الله عليه وسلم خرر نخاي إرن ندميس قالوا من ويا خنا الراهي ربي كي قد سبحانه وتعالى ويا خنا الدين خخد إذا ويا كل إيجا كان الجبات والنين ما مسلمات وكرة برباج نما وان قبر ربي أجيسه نما عبد تسعة قبر ربي تديم نما قد دخل الرواسين كيف تو برباج نما وان بريت تودان فول ربي سات فو برباج ولا والن برباج سو ويا لين هن خيسد وجي بريت تو أدادا وجي خيري تربي جل سبحانه وتعالى وجيسا هجتو تيسا رابر باجيس
ebatti guyale khana simanna sa simanna guyar egalle khana akka gariti barechu da barbaachis mali guyaku simatam walutu walisa fakkatu qaba guyaa khana mali siman akkalama muslimatu koti guyaa khurna zulhijja khafula amma qaballe khana wa khairi rabbike jajalatun guyaa khana simachu qam sadirra hadura at-taubatu sadika tawbat ugada tawbat bi sirabeo tawbat ugasi rabbi si ube sirabeo tawbat ugoro fi tisireza wa nama ra'irat tibutada wa wallala itibarata nabni dagati itidammaqu tawbat kasi gama rabbi di barbaati sabuya galme itiharo yomsan guyya galme ufi tikulqulleza guyya satahu daqaba nama muslimato korrat uji khayri hunta hukka fulati debu diya bare ufi toba bare debu qaba sadirra irre jaba guyya amma khaysa senne khan murando jabdudan ala rujuu ila allah subhanahu wa ta'ala gaba rabbi sade bi e ufara yom sudan dogogora sa sirre se gaba rabbi debu udan sani qebalu qaba tawban ملكي كيسي جرى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لم الدنيا في آخر ملكي برباده وصدات جلابه وصلا برباده أركت برباده كما ربي ساكته باده له ربي سبحانه وتعالى أدوجل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقرى قبل ذلك كما ربي توباده لها يا ربي arabo dawa kalati debu abdura mali budi tunar arkamte yero fis budi badida laga sali arka fi khasali ya rabbi fi ana arara bi jadi gabara bi debu huda bati tana uya bareda khana khana ke balla lamma fa al azm al jad ala igtinam hadhihi al ayyam murallo jabdu uya khana khaysa khairi jirtu tana samatu yawu akka garati khairi tana qoda fudachu dan murallo kasiti guya hariya galukam guya to ga khabaja kama rabbi khabaja ti gode yo nafiya ti guara bu fadles yo bu fatu fadles khabaja sa ba kubaje ani fayyada dus ati fayyada dus fayyada tu ba dus khabaja guya ba kaje wani bare da dambo guya khala ra nafiya ti mal bu abu fadda waju fayan baghi ala al muslimi ay yahris hirsan shadidan ala imarati hadhihi al ayyam guya le khala ibada bare tu da ويالي خنا سامچو رف وجيب ريدو في جوتا بريدا في نيا بريدو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ولا تافيون خراخي نخيست دين كيست عبادات كيست خرا نجا اسبا خرا بالكيدا خرا انا بلا اسف نجايا خرا سنران كاي ربك كي سبحانه وتعالى murallo jabdu wa baati tara guyale khuda kana khaysa jirura qoda khuda juda sadafa albu'd an alma'asi fa kama anna at-ta'at asbab lilqurb min allah fal ma'asi asbab lilbu'd an allah subhanahu wa ta'ala dilira fagatu barbaati baati afra rabbi khabaji subhanahu wa ta'ala dulqida dulhijja rajab baati le khaysa jiruta باتي رب سبحانه وتعالى خبجات قول باتي تنخيزة فلا تذلموا فيهن أنفسهم باتي تنخيزة إرج على باتي لي أمتا هند خيزة باتي أفران خبجبتو خيزة أكا نتبدين دلين أكا أفل اليمين أكا نمال اليمين رب سبحانه وتعالى نؤجد باتي سنرى إرجبال قويا كنان أما إيقال لخلاته وربي جبرو عفقام وان كما رب نديس هوجن اكما خير في تطور رب لما يهزتو بديل رحمه رب لنا ما فجيس جنات لنا ما فجيس علمنا ما قد يحرم الانسان رحمه الله سبحانه وتعالى بسبب ذنب يرتكبه علمنا ما رحمه رب الرحمن رب الرافقات سببا دغور اللي دلغيت ديجا ويالين سينهون أبريا الإسلام ويا جتيكم ويا جبال
إن الله سبحانه وتعالى أقسم بها والفجر وليال عشر ربي قد سبحانه وتعالى وان درجا قبو خهد وان أومي خهد وان وان أومي خهد أكا بكسن نتمل النوفد بكتنا بكرا بخهدين وهي تجر جامي أكا نتخراسا من النوف أكا بكسن لا النوفين ربي كي سبحانه وتعالى هلكن قيا عصر فجر اتخاخاته والفجر وليال عشر رب سبحانه وتعالى بريسان وبرئ تانا إهينا ما بريئون هم ممتك جمت وكذا نبي أقول لنا ما بريئون أكمي أكا بري جمت تانا نوبجيز فجر خاخاته لرب سبحانه وتعالى وليال عشر هل كان هرنا هل كان خورنا سنتين خهدنا رب سبحانه وتعالى خورنا سني جمهور المفسرين خورنا خني عشر ذي الحجة جديد رب سبحانه وتعالى قرآن خيسد هل كان قدنين خهد هل كان قدن تيسرين خهد ربي قرآن خيسد جي اتخاخد درجة سانو برسيس ونف ويا خورنا ذو الحجة درعا خرجا رب سبحانه وتعالى وان قوم خيسا وان درجة قبو وان قتيك أبو سندخ خط ربي سبحانه وتعالى خناته جبين يقول يا خلال أقر سيسا قل يا لي أبا يقل لخل إنها الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره قل يا لي أبو نمس قل يا أيام المعلومات ربي كهجي سبحانه وتعالى قرآن خيست ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أيام معلومات رب سبحانه وتعالى قرآن خيسة دبان وياخنا خيسة كذكري بلان أكربي في فارسة ورب سبحانه وتعالى إساني خلن وري حج رجو في خودحيا قندجو ودحيا قلون خمو حج رجو وريقا وان الزيارة في قيس قلونا وياخنا خيسة أكربي فارسة جي ربي أيام معلومات جي ربي دبته هي عشر ذو الحجة جانب وياكم جمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذو الحجة منهم ابن عمر وابن عباس أيام المعلومات رب القرآن خيسة دبت سن وياخنا خيسة كيسة فارسن كقال الذكر كمسن وأجج ويا خرنا ذو الحجة خان. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل أيام الدنيا أيام العشر الرجال ويا لي دنيا دا ويا رب سبحانه وتعالى دنيا خيسة ومخنا لا الرجال ويا دا ويا خرنا ذو الحجة خقم دراء خنا جي نبي صلى الله عليه وسلم أكل جليل ولا مثلهن في سبيل الله واني كانت خنا ربي خيسة اللي انجرت يا رقم ربي قال لا ولا مثلهن في سبيل الله انجروا ويا نكنا ويا لنا كنا درجة كم أي بعد ليس غير سجتي كم ويا لنا كنا خم بكتكة اللي هن أرجمو وأنت أنا من خلال ربي خيسة دول اللي نركتون دندو إلا رجل عفر وجهه بالتراب نما خلال ربي خيسة به فولسا كاملسا بيجت ما خمي يوم تاتي ملي خدولي قال اللي خلت تجد تاتي خاك ما به كبين يساتي روحي ساتي حرارة بخيسة حفي ملي ويا خلت كتاتو جي نبي كني عليه الصلاة والسلام خلاتو ويا خلا قتيت جبل أقلية الإسلام جي يرو خيسة جدا قتي سيبي خبر باجز نبي وادلو نبي وحجد أما تخيسة يرو حجي ساكت إلو تقوكسي دلو قبل يرو حجي جرتو يرو ما ليني جرو أما نقوتون يرو ما لقاتين أمد قوتون يرو حجي برامل كواليني أمد خيسا يرو أو قتو تجرى يرو نمني واركتو فتيجي يفتو تجرى نمني ربي قبروز أكنت نمني قبر ربي كتير ربي سا قبر ربي برا واركتو بربان يرو لي درجاء قبط ربي سا فتاسي سي عمري سا خيستي يرو إسي خيستي ويوم خدا خيستي وان نمني خرا ربي خيسا دول اللي هنر كنه أتي أكنت ويا خورنا خنقيت زد واني قتيك أبو قول
akan dabarre guyyaku wanni tokko maqaa isa qode khabaja itti gode guyya arafatu isa khaysa jira yawmu arafa yawmu alhajj alakbar guyya hajji guddoda alhajj arafa li nabi sallallahu alaihi wasallam ujani dilasi dunya kutura ya ukhun yaw guyya arafa dabbatan arafa dabbatun isa dabarte ajisan hafte amatu barufu debi hajjat guyya guddan ulfatan kuni guyya khudan kana khaysa jira ويا ربي قبرتك بالدرع بلي صوبسو ويا إسا خيستي شيطاني أكان دلالي وقوار ربي خنب بهي ربي قبرو خلو في أرقي أنا مالي دلقو تجرا خنبني دلي خون هجي تنبو نجي أو دلقت ويا شيطاني إلا رفت إلا تكال حكا ويا عرفا جنو يا نبي صلى الله عليه وسلم إذا ويا سنتو أسكيس جرا صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة المادية والباقية نبي صلى الله عليه وسلم صومنا ويا عرفة ربي خيرتني سابنا دلي بلا دبريتي في تأمات بفلة أكربنا أرارم ويا عرفاز ويا سقلي أرارا بكويد ويا سقلي باتي تلا ويا سقلي نما حجي تيني نما بيجيرو نبلي حجاجا ويا عرفة صومنا مكو ونين دي هرقاقبو وابدون واجب قدر هرقاقبا So mana furetu iro lubung gala je tule iro jabdu na iro sun. Han so maneu. Fardi ira budo tu anjiru isa so mana ratingone ira barbaci sallemi gama sati gama nama haji juruti barbaci sallemi nor kalle. Nama rabbi arafa isa nabi nama tamarana akan. Toko toko khaisa nama dirri arafa khaisa nama zura bizratas. Amin. لما جربنا أمد خلال أركتي عرفنا بطولة ورج أرى أركتي سني وجي ترقم بي نتسينو صومنا ويا عرفات صومنا ويا سقلي سني صومنا باتي تنا ويا خلال را ويا سيلفانا صومنا سنيني ورى عرفنا بطولة وجي سنفي سين ديني أمد دبري دبي تأمد قفو ربي سارا رب جنبي كينيا عليه الصلاة والسلام لابن مكة لك ايه حجي قلود النبي سببات مطع حجيتي وريد قلود النبي مكة ايقبو سود النبي أستايت مدعية ايقبو سود ايا فهم مالي رئي جاي نرقلين دي اكو دياتي قلدر يستو بيها حروا كرامي ويا جمال كما ربيت جمالا ويا إيدا ويا خداني خجر مخلا نهر الدبي ودهيا قلني ديغن أنجلا سوسا إن رجال إبادة نماز جلو فلا اتقلتو في أكا اتقلتو المرا خرور خان سيتو بيا إن رجال هجي ويا سكيت لكم تو يو حج الليلة مبان أستيسي ورم من اتقالي وجي سلفي سينتي أتي سجدتو ويا خنا أسكي سجد أسكي سنباس ويا يوم النحر ويا إيدا ويا خلا كيزجر وهو أفضل أيام السنة أمتا خيسا إرج عالم ويا ويا إيدا وطير مسلي إيدي إسلاما قمت توفي إبادة قمت توفي بشننا في إبادة بشننا إبادة بشننا مخد أيام إسلام عكاس يرون فهند وانجت جبا Nuti ega dabar sine jaba sanit yaane guyan ayyanadu somana guyadi sodoma finne tumurasa idan tumur ayyanad ibada guddo san idan tumur haji guddo tana idan tumur idi muslima ayyani sani ibada fi gammachu wali qabad irqala qala guya ربي براتي قويا إيدا قول أدي مخال قول أنت عيسى جرا خرنا خنا عيسى جرا قتي قويا عيسى جرو يو أكاد اللي دم يو فلا برباك سون إن راه الرات اللي دم يرون إن أجروتون أكا عمدتي يرو أكا بجيتو بيخون وانتقو بي يرون إن أما عيسى جروتون يرو أكا بأكا تاتي عمدتين بكا خنا أكا بيتي أكا لالتو بيخون برباك سالب أفضل الأيام عند الله الرجال قل يا ربي برد يوم النحر ويوم القرن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال قل يا ربي برد
ويوم النحر ويا إيدا خنابي ويا تعال ويا خدر يدبي ويا خدر تقوص ويا خني ويا يوم الكرجاني ونجاني من القبر ويا لما كن الرجبا ويا في النبي صلى الله عليه وسلم خلاص درجات تقول أما اللي إبادة تقول وتقول كنت سيدا ويا خنا خيسا ولد أبا كنت إبادة أنا ولد ويا كنت تنشاني ابن هجر كذا رحمه الله أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه ونقول ياخذ التنشارته إبادة قدر متقول هو تقول ياخذ خيسة كارقب صومني سلاني صدقان حجي قل ياخذ أكرا خيسة كارقب قل يان أكرا واحد وليك أبي قل ياخذ مريد حجي أبدا هم دنجر أبدا تيرو تاكر إيه سخيسة جرت قل ياخذ أكرا خيسة جرت حجين قدر قل ياخذ أكرا خيسة جرت سلام فردي سلام وسيتي على كل دنيا. سومنا ويا خدان كنا سومنا نحن ربي رانو لا بزه أسكيس تعرفن. خيساو ويا عرفا نبني دلي وبيتي بيو. كنتي ويا سدي سومنا نبني دلي كم بيو جم مديها في راتاو. نبني دلي كم بيو ويا عرفا سومنا أو باو ديرا في دوبرتيس تي. خنا ويا خنا دل في درجات تقول. أجيب يا خنا خيسة دلقا نبي كي محمد صلى الله عليه وسلم أكرجا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه أيام العشر ويا تقول لي لتاني ربي برد أجيب بريتون كما ربي إلا جالتم ويا خرنا خنا الرجي نبي صحابة سابوسي صلى الله عليه وسلم وكخنا صحابة أكرجا لي يا إركما ربي ولا الجهاد في سبيل الله الجهاد إذا الله وجدت بيها أفضل الأعمال الجهاد إلى الله أكل بيها الصحابة لبو خلو أبين جباسو كيسا جراتو وريك ما خبرتي سوابا برباد روحي تي وچيفتي سوابا برباد إذا الله وجدت بيها سيالي كما ربي ويا خانا خيسا وجين كما ربي إذا جالا سبجت جهاد اللي مو جهاد جانين قال ولا الجهاد في سبيل الله جهاد اللي وجي ويا تنا خيسة دلقن ويا خرنا خنا خيسة دلقن وجي ثلاثة إطاتون دلد وجهان الليل إلا رجل نبت وقلوب بوسات إن ربي خيسة دولين أبين يسافو لتيبه أبين يساتي سنگلي خيني سنگلي يوتي بل سن يا قليسو نمي دولي مداوي قل خدولي چبه قل خدولي مو ركو مدتي قل تقل لنو ويا خلطة إطاتو فراشا صوفر رتيسي هذه عبادة قود خيري قود ذاك اليوم الفاتح نما دلقا بيو نما تنفي بيو نما بغا وحي بيو خبرتي ويا قتيك أبو قبلي الإسلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نبي بلد تريد أصحابكم عبد الله عمر وهجيت نبي بلد تبثبي هجيت نبي بلد تحاسوان وقال نبي صلى الله عليه وسلم ويان تقول لي للتاني خيسة خيسة تهجين كما ربي جالة تمتو ويان خرنا خلال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صحابة قال ولا الجهاد في سبيل الله سجهان الليمو ولا الجهاد إلا رجل إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله نمه ريسا فلتي قبيك سافلتي بهي واني تكران قليل هاتو هاتي ورينيس تومي إنينيس يوتي مليا حديث لما كان خيط نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونن برسيسو وجين المنا ما دلم وجين قويا خدام كان خيصة أرقم وجين لي خيلي تقويا برو دلين نورا أكا يسين سواب نسي قداته أكا قم ربي تجارة ما تاتي نبرسيس ودل الحديث أيضا على أن العامل في هذه العشر نبني وجين قويا خدام كان خيصة دلم نبني قويا خرنا كان خيصة وجين خيري هجة نما خلال ربي خيسة تول قدولي قلي خاتك كابي مداوي قلي للي أكا إني خلشان صوابتي نبي كي عليه الصلاة والسلام نوفمي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية أستغفر الله إنه هو الغفور
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين ما بعد فاتقوا الله عباد الله أمة الإسلام من الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة وهناك أعمال يستحب في عشر ذي الحجة ويا خرنا ذو الحجة خامة جنة خنخيس وجين هاروني تكاد لغا من تبين كارا دوفني أما قبافلو انجنتو وجين هاروني ويا خناف أبوي أبدولا دلغي خرنا ذو الحجة خنخيس دلين جنة وجين هاروني خبتي قبافلو وجين سن انجنتو مالي ونجرو الرجب أول ويا خنخيس دلغمو أداء مناسك الحج والعمرة نم ربي هجي إساق النبي نم ربي أمثى برناخن هجي إساق النبي الرجب أول إنه يأخذ لك الخير دلقو وهي حجي دلقا الهجي جمتون ويأخذ الخير سراواتي واني أسبوع دافئ من أبو لدي بول لك يا سدين سدر بجو قفاتوا فيه وجين ججمتون هجي وجو القبطو ويا سقلي ويأخذ لك الخير ستي قمت ونمت نما طواف الدبي بودا ان سيوتا تبل بويا سدي طوبا ولي اجي بودا من اهل كلما يوا سدي بلو هذا قفاض باب واجبات الحج جاتي خنا تو كجبا خن اي جل الجسا ورى ابا تبرنا ربي حج سقنا بلا الجسا ربي سبحانه وتعالى ورى حج من سادي بي ما تي سادي سي بي دلو تحج بي دلو تحج بي نينغلا اسم بيغي ربي سنت اركته من ربي جن حجي من ساتي به حجي نغيا بوسي سي نغيا ربي بي ستي سهاديف سو ربي الرحمن الله سبحانه وتعالى وفوت كمل وفات مل ددبي مل في دبا مل ربي نغيا حجي غدني عمره غدني غرب يساني نغيا ربي سان هاديف نما ربي حجي كون نفسي سي اذا قال وجيب يا خنا خيسد دلغني حجي في عمره دا العمره الى العمره كفارة لما بينهن إليك همة الكبائر عمرة هم عمرتي جري جدو تراجر ربنا مع راره والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجيك إيه بلبت ربي برد حجيك كل قلن من جنو جنة مليني نبيك جي صلى الله عليه وسلم قلن سيدا جنة مربي دي خانة قواني تياخو قنك رخيصة تتيجي فنو هو الرحجي العجز لما فان السيام صومان ويا خدان كان خيزت ويا هنگل بيرانو لا صومنه قبر ربي دي هاچو دندي وهو يدخل في جنس الاعمال الصالحه وجيب ريدو ويا خدان كان خيزت على النبي محمد جيسر صلى الله عليه وسلم وجيب ريدو سدر صومني توكوج ان ربريدو وجيت صومني الرجال وان قبرتي ربي قبروتي ابي امام الباهلي نبي محمد قابت صلى الله عليه وسلم ميلا إليا إرقب ربي هجير ربنا فيدو ناهم يا إرقب ربي جير عليك بالصوم فإنه لا مثل له صوما وجبات ونك صوما عمدرت جير نبي صلى الله عليه وسلم إذا قل يا خان خيس صوما نير ربي قبرو دندي هم ربي رانو لافز ويان عرفا مو لم ندلي قبوه تلي صوم لم ندلي في بيو دلي أمثى دبريت في خطوف أكرب إساء على رب بربادو ويا سدس وقو ويا خانا إيجا ويا قد أكون إيجا لبي ويا خانا خانا سومن ربي قبرو دندين وجي هارون برو دفين منجر سدفا صلاة صلاة اللي إرج على حجين إرى قدى حجين نما مسلمات أكرا صلاة هرتي إيجا تون دل كمتا ويا خرنا خانا خيس يورب سيلاف مسجيدة أولا خيجيرو تيوج أرار قتل جمع صلاة ودف تنتفي بود واني هاروني في المنجرو وقتي صلاة ايدي صلاة صلاة ربي قبرو سنة صلاة زهري درا عصري درا زهري درا زهري بودا صلاة سنة فردي وجديمو يو ربي مدديسي سي تنتفي بود وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نبي سنة تحب ميزي جعل الله ربي أركضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جبيسي أفرفان
واني قلت يا أخر خير تكبيرا ربي فارسو لا إله إلا الله ذكري خويا خنا خيسا خرنا خنا خيسا ذكري أكراني تكبير تابر وجرا ربي فارسو جرا لا إله إلا الله جتو جرا ذكري ربي تجرا. قال ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ويا ربي برقودة هكما ربي أكان جالتهم إذا خيست وجي خير دلقون ويا خرنا خر الرجرو فأكثروا فيهن من التعليل والتكبير والتحميد الله أكبر جتو لا إله إلا الله جتو ربي فاصو تسبيح قلو ويا خرنا خر خيست بيس آجا خلق قوان ربي قبر. صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عمر أبي هريرة ويا خرنا خنا غرا ما قالا قبايا قفا بالجيسة إسلاما بيجبوتو قفا سن إسلاما بوز ما قالا قبايا ويا ما قالا تهي قدمو ما قالا بايا ويا خرنا خنا خيسة الله أكبر جيجا ما قالا خيسة ديما نبني ما قالا جروهوتي الله أكبر وجيجا أبي هريرة في عبد الله بن عمر جليل تكبيرتا ويا كل خلوك سيرا ربي قد سودان ده. إمام البخاري رحمه الله عمر بن الخطاب يكبر في قبته بمنى الله أكبر جاء عمر دكالة ساعة شراخي ستاي وري مسجد نقالي الله أكبر جاء وري مقالات نقالي الله أكبر جاء حقا منى جتشيس سسو أكوا سسوتو فقا تكبيرتا نبني قدر راك خنا ذكرتو نبني مسلماتوكو ويا خنا خيسا خيري كاد لك ربي دي أفضل شرفا الصدقة صدقة خنته لواقع من الرب وجيب ريت نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا خرنا خنا خيسا وجيب ربي برتني جالس تيجي سن الرب وجيب تكا وجيب صدقة يستحب للمسلم نما مسلماتك خيري صدقة واقع من الرب خنته هبت الميسو برباكس ويا خنا خيسا ربي كنت سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وهذه سنة ثانية نراخدنا ويا كريان نما فيل ويا بيت كوري نما فيل ويا مالين نما فيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ننجا ربي كي سبحانه وتعالى إذا ويا خنا خيسا خير بدل المخالف خربانة خير دبلتها خير بك خنا جرو وانا ملك كوي نبالي كراتي ربي نبي ربي سالا فسي قرآن كاريس نبني قرآن برسيسي نبني استغفار قدس هذا أباو في طلوع رحمة بطنبال سلام تاهي الدميس نبا بيلا وانا عجز جدونا ما والنبيتوي أولا في فراتي طلوع لي قرار ربي خيسا كنن ونندنو واني ربي دين إهادا نندي خيري ويا خناك أنا خيس دلائله جم ربي أكان جل ذمته سواب قدا ربي برام بوته سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل بالحجاج والمعتمرين اللهم صل بالحجاج والمعتمرين اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وردهم الى اوطانهم ردا جميلا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونكس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله